في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. إسلامنا يا قوم ليس مصحفا فوق الوسائد أو حجابا يقتنيه كل من يخشى المكائد، أو شعارا زائفا من شعارات الجرائد، إنما الدين الحنيف في عمارة المساجد واتباع الصالحين والابتعاد عن المفاسد، في الحياة بالشريعة والتمسك بالعقائد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب المسجد البحري بقرية بخاتي مركز شدين الكوم بمحافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة، حيث جئنا بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. جئنا لنشهد هذه الفرحة، فرحة المسلمين بافتتاح بيت عامر من بيوت الله عز وجل. فبيوت الله في الأرض المساجد، وعمارها زوارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. هذا المسجد بني على مساحة 600 متر بتكلفة حوالي 2,000,000 وما يقارب 500,000. تبرع أحد أشقائنا العرب من دولة الكويت بمبلغ زاد عن 1,300,000، ألا وهو الأستاذ زيد السهلي من دولة الكويت الشقيقة. وهذه رسالة للعالم أجمع، أن العرب من الخليج إلى المحيط بإذن الله تبارك وتعالى على قلب رجل واحد، وأنهم في صف واحد وفي خندق واحد. العرب حماة هذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للناس، الدين الوسطي. وهذه رسالة لكل الدنيا، أن مصر وأزهرها يحتضنان وسطية الدين الإسلامي. وأنا أبشره ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأستاذ زيد السهلي، أبشره ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فأنا أبشره ببيت في الجنة من صنع الله تبارك وتعالى. ولقد تبرع أهالي القرية
الكرام بمبلغ قارب 1,000,000 جنيه، وهذه بشرى أزفها لكل من ساهم بمال أو بجهد أو بوقت. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فهنيئا لمن ساهم في هذا البيت. وإني أقولها كما نرى هذه التحفة الإسلامية الرائعة التي شيدت على أرض قرية بخاتي بطراز إسلامي رائع، ما أحوجنا إلى أن نعمر هذا البيت بالمصلين الذين يؤدون الصلوات في أوقاتها حتى نكون في زمرة المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أيها الإخوة المؤمنون، جاءت إذاعة القرآن الكريم في صورة طيبة من أبهى صورها، معنا قارئا حينما تستمع إليه يطمئن قلبه وترتاح نفسه وتهدأ سريرتك، يقرأ القرآن بصوت فيه شجن وأداء فيه عذوبة. إنه فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، معنا متحدثا أستاذ جليل وعالم نبيل يملك نواصي الكلام ويرتقي بالعقول والأفهام. إنه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، معنا مبتهلا صاحب الصوت الدافي والأداء العذب الراقي الذي قال بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني، وذكرنا بنعمة ربنا تبارك وتعالى فقال ونهر النيل راوان، ودعا أهل مصر للعمل فقال ولى الظلام يا مصر فانشر الأفراح، وقال لأهلها وازرعوا الأقماح. إنه فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كتاب الله المحفوظ، فيه الخير وفيه النور. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة فهي معراج المؤمن، والذكر فهو طمأنينة القلوب، وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال له ابن مسعود: أأقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نحب ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع بآذان مصغية وقلوب حية وجوارح حاضرة في هذا البيت العامر إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. نسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
الإقبال عليك الإقبال إن شاء الله أبو إقبال. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله
عليك. نعم نعم علي بن عبد الشيخ الناصر سيدي هذا قبول الله اكبر الناصر ما شاء الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون الله نعم نعم الله على الحبيب وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان برحمة منه ورضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء لإيلاف قريش إيلافهم. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله على الحبيب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. يا رب.
واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن هنا نشهد فرحة للمسلمين بافتتاح بيت عامر من بيوت الله تبارك وتعالى في قرية بخاتي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. هذا المسجد الذي بني على مساحة 600 متر بتكلفة تجاوزت 2,250,000 جنيه، تبرع الأخ الشقيق من دولة الكويت الأستاذ زيد السهلي، زاده الله خيرا وسهولة ويسرا وملاحة، بمبلغ قارب 1,250,000 جنيه. وتبرع أهالي القرية الكرام بمبلغ قارب 1,000,000 جنيه. فأسأل الله الكريم أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون في موازين حسنات الجميع لكل من ساهم بمال أو بجهد أو بوقت. أيها الإخوة المؤمنون، أطيب ما في الدنيا محبة الله، وأنفع الكتب كتاب الله، وأبر الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما في الجنة رؤية الله عز وجل. السعادة أن يكون مصحفك أنيسك، وبيتك صومعتك، وكنزك قناعتك، وعملك هوايتك. أيها الإخوة المؤمنون، إن للمسجد دورا مهما في حياة المسلمين، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، أول ما أقام المسجد. فكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين من بعدهم، كان مقرا لقيادة الدولة